اشتعال نيراني في نحو مليون برميل من النفط في ميناء سدرا النفطي، ومستوى الانتاج يهوي إلى 350 ألف برميل. قصف بالدبابات يستهدف مواقع لمقاتلي شورى ثوار بنغازي في الليثي، وصد محاولة تقدم قوة حفتر للصابري عبر شارع الشريف. متري يقول أن بعثة الأمم المتحدة تتمتع بقوة معنوية سياسية، لكن قدرتها على جمع الفرقاء السياسيين الليبيين محدودة. نشرة الثالثة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار، أهلا بكم. أكد الباحث في شؤون النفط براس لانوف طارق إبراهيم احتراق أكثر من مليون برميل من النفط معدة للتصدير في ميناء السدرة النفطي عقب اشتعال النيران فيها قبل يومين بسبب الاشتباكات في المنطقة. وقال الباحث النفطي لقناة ليبيا لكل الأحرار إن النيران انتقلت من الخزان الأول إلى الخزانات الأخرى على الرغم من محاولات فرق الإطفاء التي هرعت إلى المكان لاحتواء الحريق. وأضاف إبراهيم إن سحابة هائلة من الدخان لا تزال تغطي سماء ميناء السدرة الذي يبعد حوالي 12 كيلومترا عن راس لانوف. قال مشال زوي وزير الطاقة بحكومة الإنقاذ لليبيا لكل الأحرار إن مستوى إنتاج النفط هبط إلى 350 ألف برميل يوميا بسبب الاشتباكات الدائرة في منطقة الهلال النفطي. وأضاف زوي أن 5 من 19 خزانا تشتعل فيها النيران الآن، فيما تسعى المؤسسة إلى إخمادها، والعمل جار على تفريغ الخزانات 9 و14 و15. أوضح الوزير أن وزارته ستعقد اجتماعا طارئا لبحث الآليات التي تملكها من أجل التغلب على هذه الأزمة، وهي بصدد إصدار بيان تطالب فيه جميع الشركات بالمساعدة على إخماد النيران المشتعلة. كما طالب زوي جميع الأطراف بوقف القصف حتى يتم تفريغ الخزانات وإخماد النيران. وينضم إلينا عبر الهاتف من راس لانوف الباحث في شؤون النفط طارق إبراهيم. سيد إبراهيم، هل لديك أي معلومات عن الوضع الحالي في خزانات الوقود في ميناء السدرة؟ أهلا وسهلا بك وبكل العاملين بقناة ليبيا الأحرار. أهلا بك. الوضع كارثي من ناحية بيئية واقتصادية. اندلعت النيران في 5 خزانات لمجموعة فارم تانك وسعة الخزان 250,000 برميل. نعم. طيب، ما هي فرص السيطرة على هذا الحريق قبل توسعه إلى باقي الخزانات؟ إلى الخزان رقم 5. سألتك يعني ما هي يتطلب وقف لإطلاق النار لإعطاء فرص لفريق الإطفاء للقيام بأعمالهم. يتطلب معدات وكفاءات تقنية لتبريد الخزانات. نحب نقول لك كل شيء وارد في منطقة الهلال النفطي التي يوجد بها أكثر من 30 خزان. طيب، في ظل عدم توقف الاشتباكات حاليا وفي ظل عدم وجود هدنة من أجل السماح بهذه الجهود، ما هي فرص السيطرة على الحريق حتى لا يمتد إلى باقي الخزانات؟ هي أول شيء تطلب وقف إطلاق النار وإعطاء فرص لفريق الإطفاء، وتطلب أيضا معدات وكفاءات تقنية لتبريد الخزانات. أنا أتكلم عن لهيب الخزانات. فالوضع متأزم جدا ويتجه نحو كارثة إنسانية وبيئية واقتصادية لا تحمد عقباها. طيب، كان هناك حديث عن جهود لفرق إطفاء هرعت إلى المكان من أجل السيطرة على هذا الحريق، يعني هل يعني أن هذه الجهود تذهب سدى في ظل عدم إيقاف إطلاق النار؟ هناك عمل جبار من قبل الشباب، شركة راس لانوف وشركة الجيبة وشركة الواحة وشركة البريقة. نعم. لكن تنقصهم الكفاءات التقنية وتنقصهم المعدات، وهذه شروط توفر لديهم يعني. طيب، ماذا عن الانعكاسات السلبية على وضع ليبيا في سوق النفط العالمي بعد هذه الأحداث؟ هذا الحريق ينذر بعواقب وخيمة. نتكلم عن إغلاق مرفاء السدرة والفيبا، يعني فقدان 500,000 برميل، يعني الإنتاج تراجع إلى 350,000 برميل. يعني كما تعلم النفط توصل إلى مستويات متدنية لا يتلبى حتى الاستهلاك المحلي نتيجة هذا الصراع الدائر الهلال النفطي. يعني كيف قلت لك، يؤشر إلى كارثة اقتصادية وبيئية إذا امتدت النيران إلى الخزانات الأخرى، لأن منطقة الهلال النفطي يوجد فيها أكثر من 30 خزان، وعبوة الخزان تصل إلى ربع مليون برميل يعني. وطبعا لها صداها على الأزمة الدولية. مثلا اليوم على الأسواق الآسيوية ارتفع البنز 13 سنت وبلغ 37 دولار و60 سنت.
نعم طبيعة تأثر أيضا، تأثر نتيجة التخمة المعروض المتزايد في الولايات المتحدة والواردات أيضا في شكرا لك. اليابان. من راس لانوف الباحث في شؤون نفطرق إبراهيم، شكرا لك. باشرت لجنة تابعة لوزارة الدفاع في حكومة الإنقاذ الوطني التحقيق في مقتل 14 عنصرا من الكتيبة 136 في محطة خليج سرت البخارية قبل يومين على أيدي مجهولين. وقال رئيس المجلس المحلي في سرت عبد الفتاح السيوي لقناة ليبيا لكل الأحرار إن اللجنة وصلت يوم أمس إلى موقع الحادث في سرت وبدأت بأخذ عينات من الذخائر والبصمات، مؤكدا أن الأوضاع الأمنية في المدينة تشهد استقرارا عقب هذه الحادثة ولم تسجل خروقات أمنية. نفى رئيس المجلس المحلي في سرت أيضا عبد الفتاح السيوي نقص الوقود أو إغلاق الطرق الرئيسية بشكل أثر أو يؤثر على الحياة اليومية للمواطنين، وأكد أن الوقود والغاز متوفران بالمحطات ومراكز التوزيع بالمنطقة. وأضاف السيوي أن الأوضاع الأمنية بالمدينة تسير بشكل طبيعي وأن الطريق الرئيسي بها مفتوح. أكد مسؤول الجناح الإعلامي بمجلس شورى ثوار بنغازي عبد الرحمن محمد تعرض عدة نقاط في منطقة الليثي للقصف بالدبابات من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وأوضح محمد أن قوات شورى الثوار تمكنت من صد قوات تابعة لحفتر حاولت التقدم من عدة محاور في منطقة الليثي. أضاف محمد أن منطقة جاريونس تعرضت أيضا لقصف عشوائي عقب الهجوم الذي شنته قواتهم أمس على معسكرات تابعة لقوات حفتر، مؤكدا محافظة قوات شورى الثوار على النقاط التي سيطرت عليها حسب قوله. تشهد منطقة الليثي أو في ذات السياق أفاد مصدر لشورى الثوار بتعرض منطقة الصابر اليوم لقصف متقطع بالأسلحة الثقيلة. وأضاف المصدر أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر حاولت التقدم من جهة شارع الشريف لكن قوات شورى الثوار تمكنت من صدها. أكد المتحدث باسم غرفة العمليات الأمنية في طرابلس عصام النعاس لليبيا لكل الأحرار انفجار سيارة مفخخة فجر اليوم بالقرب من مبنى الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية. وأوضح النعاس أن سيارة من نوع BMW كانت رابضة أمام المبنى ووقع تفجيرها على بعد، فتسبب ذلك في انهيار الجدار الخارجي لمبنى الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية دون وقوع أضرار بشرية، مشيرا إلى أن حالة استنفار كبرى تشهدها مدينة طرابلس وسط مواصلة البحث للكشف عن الجنات. أفرج في ساعة مبكرة من صباح اليوم عن جويد أبو زيد الذي اختطفه مسلحون مجهولون منذ أيام في مدينة درنة. وقالت مصادر لقناة ليبيا لكل الأحرار إن الإفراج عن المختطف جاء بعد أن دفع ذووه فدية مالية. يشار إلى أن مدينة درنة سجلت العديد من عمليات الاختطاف في الأشهر الماضية. أكد الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا طارق متري في لقاء خاص لليبيا لكل الأحرار أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تتمتع بقوة معنوية سياسية لكن قدرتها على جمع الفرقاء السياسيين الليبيين محدودة، موضحا أن وساطة خلفه برناردينو ليون تتطلب تجاوب الفرقاء في الداخل. الأمم المتحدة تقدم نفسها بصفة الوسيط النزيه وهي كذلك، لكن الأمم المتحدة لا تملك لا أسنان ولا مخالب ولا تستطيع أن تفرض على أحد شيئا. إذا لم تكن هناك إرادة سياسية عند الليبيين في بناء التوافقات لا تستطيع الأمم المتحدة أن تصنع العجائب. من جهة أخرى أثنى متري على جهود هيئة صياغة الدستور مرجحا أن يجمع الدستور الجديد كل الليبيين، ودعا إلى التزام الهيئة بالحياد من أجل حصد المزيد من التوافق. أعتقد أن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور تقوم بعملها بجدية كبيرة وباستقلال، وعليها أن تحافظ على استقلالها. وكان صدور الجزء الأول من مسودة الدستور الذي أعدته
أعتقد مفيدا جدا، لأنه أظهر للليبيين أن هناك من يعمل على بناء دستور، على وضع دستور يكون بمثابة عقد اجتماعي جديد. من جانبه قال المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان في برنامج 60 على قناة ليبيا لكل الأحرار إن المؤتمر يشترط ضمانات لحفظ حقوق الليبيين قبل تقديم تنازلات. نحن كمؤتمر ليس لنا من الناحية السياسية، ليس لنا مانع من تقديم تنازلات أو حتى الخروج من السلطة نهائيا إن اقتضى هذا الأمر، إن اقتضى الموقف، ولكن لن نسلم السلطة إلا للليبيين وبمشروع يضمن حقوق الجميع. قالت رئاسة الجمهورية الجزائرية إن زيارة الرئيس تشادي إدريس دبي إلى الجزائر ستتركز على المسائل الإقليمية المتعلقة باستتباب الأمن في ليبيا ومالي. وأكد بيان لرئاسة الجزائر نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن المحادثات التي ستجمع الرئيسين تشادي والجزائر اليوم ستتمحور حول العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك على الساحة الدولية، لا سيما تعزيز الجهود لاستتباب السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وتأتي زيارة الرئيس تشادي عقب دعوته في قمة نواكشوط الأسبوع الماضي إلى جانب رؤساء دول بالساحل الإفريقي دعوا فيها إلى تشكيل قوة دولية للتدخل العسكري في ليبيا، وهو ما ترفضه الجزائر. والحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس المحلل السياسي جمال عبد المطلب. سيد عبد المطلب، المبعوث السابق للأمم المتحدة في ليبيا طارق متري يقول بأن البعثة الأممية تتمتع بقوة معنوية سياسية لكنها محدودة، فهل في ذلك مؤشر حول مستقبل الحوار؟ بادئا ببدء، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لتلفزيون ليبيا الأحرار. نعم، المبعوث طارق متري هو يعني أكثر خبرة، وأكثر مع احترامي لليون، ولكنه أكثر حنكة وخبرة من اليون. لماذا؟ لأنه مخضرم، موظف في الأمم المتحدة، له ثقافة الأمم المتحدة ودبلوماسي وكذا، وأيضا هو عربي ومشرقي، يعرف العقلية الليبية وأكثر دراية. هذه نقطة أريد أن أبدأ بها، أبني عليها. واحد. اثنين، كان الأكثر تجوالا والأكثر استمع إلى كل الأطراف، كل الأطراف، وكان يحاور الجميع وكذا أكثر من متري، فهو صوته ورأيه يعتد به باعتباره خبير وعنده خبرة في الشؤون الليبية وعنده تجربة كبيرة جدا. وبالتالي هو الكلام اللي قاله، طبعا ما قالش، هو لم كيف ما يقولوا ما اخترعش البارود، هو معروفة القصة أنها صعبة ومعقدة في ليبيا والأطراف متباعدة ومختلفة، ولكن هو ركز على مسألة أن الموضوع أن الأمم المتحدة لا تملك حلا سحريا ولا عصاة موسى ولا عندها أنياب، يعني بمعنى أنها لن تستخدم القوة القهرية، هي تحاول أن تلملم الأطراف وأن تجمعهم على الطاولة من حيث المبدأ وتكسر الجليد والعقدة النفسية وبعدين ينطلق الحوار، والحوار صعب طبعا، مش بسيط يعني. طيب بالتحديد عندما يقول بأن البعثة تتمتع بقوة سياسية معنوية لكنها محدودة، فما الذي يفهم ذلك حول مستقبل الحوار المنتظر؟ مستقبل الحوار المنتظر مبني على إرادة الأطراف الليبية، الإرادة والصدق والمصداقية. يعني الآن نحن في مفترق طرق وفي لحظة تاريخية، هو قالها متري قبل أن يغادر ليبيا. نعم. عندما كان مسؤولا قال إذا كان الأطراف الليبية والليبيون يريدون أن يخرجوا من هذا النفق ويحلوا قضيتهم، كان هم عندهم الإرادة يستطيعوا، هذه هي هذا المقصود. هو لا ليون ولا حتى يجينا السكرتير العام للأمم المتحدة ولا كذا، إذا كان الأطراف ماهيش فعلا ما عندهاش الإرادة الحقيقية وتقدر هذه اللحظة التاريخية المهمة وتريد أن تخرج الوطن من النفق، وتقدم كل طرف يقدم تنازلات، ويعني تنازلات ليس على حساب الوطن وعلى حساب المبادئ، ولكن في القضايا الجانبية المختلف فيها. طيب سيد عبد المطلب، وأنت تشير إلى أطراف الحوار وأنا وفي أوافقه هذا الرأي في نقطة التنازلات تحديدا، المؤتمر الوطني اشترط ضمانات لحفظ حقوق الليبيين قبل تقديم تنازلات، كيف ترى إمكانية تحقق هذا الأمر؟ المؤتمر الوطني الطرفين، خلينا نبدو من المؤتمر الوطني. المؤتمر الوطني بدأ
يشتغل سياسة فعلا ويبدي جدية وأظهر جدية، وبدأ يستمع إلى الأطراف كلها، للمجتمع المدني، للثوار، للعسكريين، لكذا لكي. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنهم فعلا ناويين أنهم يقيموا حوار حقيقي. ولكن الطرف الآخر برلمان طبرق المنتهية ولايته وحفتر، يعني للأسف جماعة، هو جماعة غير متجانسة، وهناك خلافات بينهم. مجموعة أبو ظبي في وادي السياسيين جبريل وجماعته، وأظهروا وصارت ملاسنات وخلافات بينهم. هو السيد عبد المطلب، الاشتراطات تأتي تقريبا من الطرفين عندما نتحدث عن المؤتمر وعن مجلس النواب، لكن في اشتراط المؤتمر أن يضمن المحافظة على حقوق الليبيين قبل تقديم تنازلات، هذه النقطة بالذات كيف تقرأها سيد عبد المطلب؟ نقرأها سيدي في نقاط محددة قيلت لي اليون، وهي معروفة ليست سرا. نعم. اليون طبعا بلغهم بأن من يريد الحوار، قاعدة الحوار في العالم معروفة، هي أن لا تضع شروطا على الطاولة، كل شيء قبل الحوار. لكن المؤتمر بلغ اليون على أساس أن حكم المحكمة غير قابل للحوار، هذه قضية دولية، قضاء القضاء غير قابل للحوار، واحدة. اثنين، قضية يعني مبادئ 17 فبراير. وثلاثة، بلغ اليون إذا أردت أن تنجح الحوار فلا تأتي بأشخاص مطلوبين للعدالة أو مرفوضين أو كذا، أشخاص متهمين بقضايا طيب إجرام. طيب في عجالة سيد عبد المطلب، فيما يخص زيارة الرئيس التشادي للجزائر وتصريح الرئاسة الجزائرية حول هذه الزيارة والحديث عن جهود لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، هل يمكن أن تثمر هذه الزيارة دور إقليمي لحل الوضع في ليبيا سلميا؟ طبعا الجزائر، أنا أكررت في أكثر من لقاء وكل قاري هذه مسألة معروفة، الجزائر دولة في عجالة، دولة محورية ولها ثقل ومجاورة لليبيا، وتجمعها مع ليبيا قواسم مشتركة كثيرة، مغاربية مسلمة، مزيج من الأمازيغ والعرب، يهمها الأمن، أمن ليبيا لأنه مجاور لها. والجزائر عندها مشكلة، يعني عندها عقدة الأمن، عانت كثيرا. والجزائر لا تريد أن تتدخل مصر في شؤون ليبيا باعتبارها الدولة المحورية، ثم أنها انزعجت من اجتماع نواقشط، أختم لك بنقطة مهمة جدا. نعم. هي انزعجت من اجتماع الدول الفرنكوفونية باعتبار أن وراءه نفسا فرنسيا، لأن الجزائر ضد استدعاء القوات الأجنبية، وبالتالي أعتقد أن الجزائر كلمتها مسموعة من الدول الأفريقية الفرنكوفونية، لا تريد استدعاء الأجنبي ولا تريد التدخل الفرنسي. من والفرنسيس يغردون خارج السرب مختلف. نعم، شكرا لك. نعم. من طرابلس عبر الأقمار الاصطناعية وضحت الفكرة عبر الأقمار الاصطناعية، من طرابلس المحلل السياسي جمال عبد المطلب، شكرا لك. الثالثة متواصلة وفيها بعد فاصل. السلطات الإماراتية تفرج عن 4 رجال أعمال ليبيين معتقلين منذ أكثر من 4 أشهر. اشتعال نيراني في نحو 1,000,000 برميل من النفط في ميناء السدرة النفطي، ومستوى الانتاج يهوي إلى 350,000 برميل. قصف بالدبابات يستهدف مواقع لمقاتلي شورى ثوار بنغازي في الليثي، وصد محاولة تقدم قوات حفتر للصابري عبر شارع الشريف. متري يقول أن بعثة الأمم المتحدة تتمتع بقوة معنوية سياسية، لكن قدرتها على جمع الفرقاء السياسيين الليبيين محدودة. أفرجت السلطات الإماراتية عن 4 رجال أعمال ليبيين كانوا معتقلين لديها لأكثر من 4 أشهر. وفي اتصال هاتفي مع قناة ليبيا لكل الأحرار، أكد أحد ذوي المفرج عنهم أكد وصولهم إلى تركيا فجر اليوم. يشار إلى أن السلطات الإماراتية اعتقلت عددا من رجال الأعمال الليبيين المقيمين على أراضيها في أغسطس الماضي. ألقى حرس الحدود التونسية القبض على شخص يحمل جنسية دولة مغاربية وصفه بالإرهابي، وذلك على الجانب التونسي من الحدود مع ليبيا. ورجح مصدر أمني نقلا عن وكالة الأنباء التونسية انتماء الإرهابي إلى السلفيين الجهاديين حسب تعبيره. من جهة أخرى، ذكر المصدر اكتشاف شبكة لتسفير الشباب عبر ليبيا من خلال القبض على 4 من عناصرها
هما تونسيان واثنان آخران من جنسية مغاربية دون تقديم مزيد من التوضيحات. شن الطيران التابع للواء المتقاعد خليفة حفتر غارات جوية على منطقتي زرير وجنوب مدينة جميل. وقال الناطق الرسمي باسم القوة الوطنية المتحركة صبح جمعة إن اشتباكات جرت في محور جنوب صبراتة أمس، مضيفا أن ما يعرف بقوات فجر ليبيا استهدفت قاعدة الوطية بالمدفعية الثقيلة. قال رئيس المجلس العسكري في غريان مفتاح شنكادة إن منطقتي بوشيبة والجواليش تشهدان هدوءا نسبيا منذ مساء أمس، وأرجع شنكادة هذا الهدوء إلى تردي الأحوال الجوية، مضيفا أن الطائرات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر حلقت فوق سماء المدينة للاستطلاع. ولمزيد التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق باسم درع الوسطى أحمد هدية. سيد هدية، هل أطلعتنا على آخر المستجدات في المنطقة الغربية؟ نعم أخي الكريم، المنطقة تشهد يعني هدوءا حذرا جاز هذا التعبير. هناك تحليق للطائرات يعني العقيد الأخير حفتر على أكثر من محور، لكن ربما سوء الأحوال الجوية هو ما منعهم من استهداف قواتنا الموجودة هناك. هناك ربما في جنوب صبراتة بعض المناوشات التعبير. إجمالا الموقف يسوغ الحذر أكثر من أي شيء آخر. طيب سيد هدية، ماذا عن الوضع الأمني بالنسبة للطريق الرابط بين طرابلس وراس جدير؟ الأمور الأمنية جيدة جدا، لم تشهد يعني الطريق أي اختراقات خلال الأيام الماضية يمكن الوقوف عندها. ربما القوات الموجودة الآن هناك التي تقوم بتأمين الطريق الساحلي أو الطريق الساحلي تقوم بعملها على أكمل وجه. نتمنى أن تستمر الظروف مثل ما هي عليه الآن. نعم، أشكرك الناطق باسم قوات درع ليبيا الوسطى أحمد هدية، كنت معنا عبر الهاتف. أكد عميد بلدية أوباري أحمد المرتضى وفاة أحد أهالي المدينة أمام منزله على يد قناص كان يتمركز فوق سطح أحد المنازل. وصرح المرتضى لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الوضع الإنساني صعب داخل المدينة عقب نزوح حوالي 5000 أسرة واستمرار انقطاع الكهرباء وتعطل الخدمات العامة. أضاف المرتضى أن لجنة الأزمة تواصل تقديم خدماتها في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة لأهالي المدينة وللنازحين خارجها، وتمتد هذه الخدمات حتى البلديات المجاورة. زار رئيس مجلس النواب المنحل عقيلة صالح ووزير داخلية حكومة الأزمة عمر السنكي أمس الجمعة مواقع تمركز القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر في عين مارة. ووفق صفحة المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في حكومة الأزمة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن هذه الزيارة تفقدية جاءت للاطلاع على آخر المستجدات العسكرية وللوقوف على الاحتياجات والمعوقات والنواقص لدى أفراد القوات. وقد وعدت الوزارة بتوفير احتياجات هذه القوات في القريب العاجل. صنف المركز الليبي لحرية الصحافة في بيان له الجمعة سنة 2014 الأسوأ على الإطلاق في وضع الحريات الإعلامية في ليبيا في ظل غياب المحاسبة حسب البيان. وقد وثقت وحدة الرصد بالمركز 8 حالات قتل و17 حالة شروع في القتل و23 عملية اختطاف طالت صحفيين وعاملين بقطاع الإعلام. وجاء في البيان أيضا أنه رصد في السنة الجارية 50 انتهاكا نالت مقرات وسائل إعلامية ووكالات أنباء محلية ودولية. هذا وأكد الناطق باسم المركز الليبي لحرية الصحافة نزار إبراهيم أن تصنيف ليبيا على مستوى وضع الحريات الإعلامية لهذا العام لم يأتي من فراغ، ولكن جاء نتيجة الاغتيالات وحالات الاختطاف التي نالت الجسم الصحفي في البلاد. انتهاكات الصحفيين هي الأكثر خطورة وهي الأبلغ في هذه في سنة 2014 من حيث الاختطاف أو القتل. شهدنا أكثر من 8 حالات اغتيال
في ليبيا، ايضا معظمها في مدن كبرى بنغازي وطرابلس، ايضا في حالات اختطاف الصحفيين في مدن اخرى. والآن إليكم جديد الرياضة. وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف منتخبنا الوطني لكرة القدم بطل كأس الأمم الإفريقية للمحليين رفقة المنتخب الجزائري ومنتخب نيجيريا ضمن القائمة النهائية للمنتخبات المترشحة للحصول على جائزة أفضل منتخب في إفريقيا لعام 2014. كرم الاتحاد العربي للصحافة الرياضية الإعلامية الليبي محمد إبراهيم بمنحه وسام الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، وذلك بمناسبة احتفالية عيد الإعلاميين الرياضيين العرب الثامن الذي أقيم مؤخرا بالبحرين. وتم تكريم الإعلامي الليبي محمد إبراهيم مع 25 إعلاميا آخرين من مختلف الدول العربية، كما حضر الاحتفالية عضو الاتحاد العربي للصحافة الرياضية الإعلامي الليبي عبد فتح زكري وعدد من الإعلاميين الرياضيين العرب. فاز المنتخب الوطني لكرة السلة في مباراة ودية جمعته بفريق المنازه التونسي، وذلك بنتيجة 68 مقابل 49 نقطة في إطار استعداداته للمشاركة في التصفيات الإفريقية للمنطقة الأولى المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم لكرة السلة بتونس 2015. تسعى إدارة النادي الأهلي طرابلس لاستكمال باقي انتقالات بعض اللاعبين المحترفين لتدعيم الفريق الأول، وتأتي هذه التعاقدات بناء على اختيار وطلب من المدرب الهولندي رود كرول بعد أن قدم عددا من أسماء اللاعبين إلى لجنة التعاقدات التي بدأت في التفاوض معهم منذ فترة. حقق المدرب الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال فوزه رقم 400 مع ناديه اللندني، وذلك بعد انتصار فريقه بنتيجة هدفين مقابل هدف على نظيره كوينز بارك رينجرز ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي. وبهذا يتمكن أرسين فينغر من تعويض تعادله السابق مع ليفربول واستعادة سلسلة انتصاراته مجدداً، كما يرفع أرسنال رصيده إلى 30 نقطة. في المقابل تجمد رصيد كوينز بارك رينجرز عند 17 نقطة في المركز السادس عشر. فاز فريق أندرلاخت برباعية نظيفة على وسترلو في الدوري البلجيكي لكرة القدم، وسجل ألكساندرو ميتروفيتش الهدف الأول في الدقيقة 14، وبعد 9 دقائق ضاعف أصحاب الأرض النتيجة بتسديدة قوية من إبراهيم كونتي. وفي الشوط الثاني انتظر أندرلاخت حتى الدقيقة 81 ليسجل الهدف الثالث عن طريق برايت، واختتم ماكسيم كولين مهرجان التهديف في الدقيقة 90. وبهذا الفوز يقلص أندرلاخت الفارق بينه وبين المتصدر نادي بروج إلى 4 نقاط. وفي مباريات كرة السلة الأمريكية للمحترفين فاز نيو أورليانز بليكنز على ضيفه سان أنطونيو سبيرز بنتيجة 97 مقابل 90 نقطة، وسجل أنطونيو ديفيس 22 نقطة ليساهم في فوز فريقه نيو أورليانز بليكنز على سان أنطونيو سبيرز. وقبل أن نختتم الثالثة نذكركم بالعناوين. اشتعال نيراني في نحو 1 مليون برميل من النفط في ميناء السدر النفطي، ومستوى الانتاج يهوي إلى 350,000 برميل. قصف بالدبابات يستهدف مواقع لمقاتلي شورى الثوار بنغازي في الليثي، وصد محاولة تقدم قوات حفتر للصابر عبر شارع الشريف. متري يقول إن بعثة الأمم المتحدة تتمتع بقوة معنوية سياسية، لكن قدرتها على جمع الفرقاء السياسيين الليبيين محدودة. نهاية الثالثة، شكرا على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.